للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الدكتور شريف فايد، استشاري أمراض الجهاز التنفسي في دبي. أهلا بك معنا دكتور شريف. يعني بالاستماع إلى مثل هذا التقرير وهذه الإحصاءات الكبيرة والمخيفة، كيف يعني ممكن أن نصل إلى حالة الوفاة نتيجة الإصابة بتلوث الهواء؟ طبعا خلينا نتكلم عن تلوث الهواء الأول. تلوث الهواء ده مثل تدخين السيجارة بالضبط، فهو تدخين السيجارة بيؤدي إلى الوفاة، وبطبيعة الحال الملوثات اللي بتطلع من السيجارة ممكن تكون موجودة في الهواء الملوث. ولازم نكون عارفين إن في بعض الأماكن اللي هي موجودة في آسيا، بعض المدن بتوصل درجة التلوث فيها إن كأن الشخص بيدخن سيجارة، فده بيؤدي في نهاية الحال إن هو بيشم مواد كربونية ومواد كيماويات كتير. هذه الكيماويات بتؤدي إلى أمراض كثيرة، بالإضافة لأمراض القلب، بالإضافة للسكتة الدماغية زي ما احنا سمعنا، أمراض الأورام وليس أورام الرئة فقط. ولك أن تعلم إن احنا كنا في لحد سنة 1960 أو 1970 كان في مواد كتير بتطلع من المصانع مثل مادة الأسبستوس التي تؤدت إلى أورام الرئة وأورام الغشاء المبطن للرئة، وكانت حالات كثيرة جدا في دول مثل إنجلترا، وتوقف استخدام هذه المادة بعد ذلك. وهذه المادة تؤدي إلى التلوث بدرجة كبيرة جدا، وللأسف بأنها موجودة في البيئة المحيطة لمئات السنين ولا يمكن التخلص منها بسهولة. نعم، فإحنا لازم نكون حريصين جدا إن إحنا نحاول نحافظ على الطبيعة الخضراء، إن إحنا نحاول نبعد عن الملوثات عوادم السيارات لأنها مثل تدخين السجاير بالضبط. تمام. يعني هل كطبيب طبعا، هل الأغذية تساهم في التقليل من الإصابة بمثل هذه الحالات من التلوث؟ طبعا إن إحنا لازم نكون واخدين بالنا من التغذية بصورة متوازنة، الخضروات، الفواكه، المواد اللي هي الحاجات الفريش. يعني كيف يقاوم الجسم دكتور مثل هذه الملوثات؟ أول حاجة الابتعاد عنها والابتعاد عن التعرض ليها، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، في بعض المواد لا يمكن التخلص منها لأنها بتترسب في الجسم وبتاخد فترات طويلة جدا، مثل مادة الأسبس اللي أنا قلت لك عليها، مثل مادة الزئبق، ولذلك ينصح الابتعاد عنها تماما ومحاولة تجنبها، ده من الأساس. ولكن ممكن الشخص إن هو يمارس الحياة الهيلثي، الحياة اللي هي الصحية، في صورة ممارسة الرياضة، في صورة شرب السوائل الكثيرة، في صورة الخضروات والفاكهة التي تساعد في رفع مناعة الجسم، لأن هي هذه الملوثات في النهاية بتؤدي برضو إلى ممكن إصابة الأمراض الرئوية والنزلات الشعبية والربو والحساسية. فلذلك هذه الرياضة وهذه العادات الصحية بتحسن المناعة وبتجنبه مشاكل كتير ممكن تحصل. نعم، الإصابة بكثير من الأمراض هي تختلف بين حالة وأخرى، أيضا العلاج والتخلص من المرض يختلف من حالة لأخرى. هل يمكن الوصول إلى الشفاء التام في حال إصابة بمثل هذه الأمراض التي سببها التلوث؟ زي ما حضرتك قلت بالضبط، إنه بتختلف من شخص لآخر وبيختلف طبيعة المرض من شخص لآخر. لك أن تعلم مثلا أن مرض الأزمات الربوية أو الربو ممكن يكون درجة بسيطة جدا، ممكن يختلف إلى درجة شديدة اللي هي ممكن بيكون علاجها صعب جدا. نعم. وكذلك الأورام، فهي بتختلف من شخص لآخر وتختلف إلى درجة المرض وسرعة اكتشافه. نعم، من دبي الدكتور شريف فايد، استشاري أمراض الجهاز التنفسي، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة.